الخضراء التي هي قرب جبل طارق، وطريف اللي هي أهم مدينة في الجزيرة الخضراء، وطريف مقابل المغرب، وتعلمون الجزيرة الخضراء مقابل المغرب عند جبل طارق، فكان يهم هذه المناطق حتى إذا أراد أن يعبر يعبر. وهدأت الأمور بين الجميع إلى عام 690 هجرية، عندما نقض النصارى العهود والمواثيق بعد الهزائم التي أصابتهم، تقووا مرة أخرى ونقضوا العهود في عام 690 هجرية. فعزم السلطان يوسف أن يعبر للأندلس لتأديبهم، لكنهم كانوا مستعدون، فأرسلوا القوات البحرية لتمنعه من العبور إلى الأندلس، وبدأت المعركة البحرية. السلطان يوسف يريد أن يعبر ليؤدب النصارى، والنصارى يريدون أن يمنعوه من العبور إلى الأندلس، وبدأ القتال في البحر في عام 690 هجرية، وانكشفت سفن المسلمين وبدأت الهزيمة تدب. لكن السلطان رفض أن يهرب ورفض أن ينسحب، وهجم بنفسه بسفينته، فرآه المسلمون فتقووا وبدأ الهجوم المضاد، واستطاعوا أن يهزموا النصارى. وفعلا عبر السلطان ونزل في الجزيرة الخضراء، ثم تقدم حتى وصل إلى أشبيلية وبدأ يحاصرها، لولا أن الشتاء جاء وكان شديدا جدا على المسلمين، فاضطر السلطان أن ينسحب، وإلا كانت هزيمة نكراء للنصارى. فعرف النصارى أنهم يتعاملون مع قوة غير عادية. هذا الأمر حرك وساوس ابن الأحمر مرة أخرى، وخاف من قوة البني مرين أنهم بدأوا يزدادون، وخاف أن يأخذوا الحكم منه مرة أخرى، فبدأ يراسل النصارى للمرة الثانية، واتفق معهم مرة أخرى، وتجمع الجيشان وبدأوا ينتقلان نحو طريف المدينة التي بيد بني مرين في الجزيرة الخضراء مقابل المغرب. وبدأ الضغط على طريف وفيها جيش المغرب. هنا بنو مرين شعروا بالخطر، لكنهم ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا بسبب انشغالهم بأحداث شديدة تحدث في المغرب. لكن السلطان استطاع أن يدبر أسطولا لمساعدة طريف، والنصارى لما سمعوا بهذا التحرك فورا أرسلوا أسطولا، فاستطاع هذا الأسطول أن يمنع الأسطول الإسلامي من الوصول إلى الأندلس. وبدأت المعارك الآن في البر والبحر، من جهة بين بني مرين حكام المغرب وحكام الجزيرة الخضراء منطقة جبل طارق، ومن جهة أخرى جيوش النصارى يسندها ابن الأحمر الخائن حاكم غرناطة. وسقطت طريف بعد حصار 4 أشهر بيد النصارى بهذه الخيانة. كان الاتفاق بين ابن الأحمر والنصارى أن المناطق التي تفتح يعطونها له، وهو يعني يبقى على وده معهم ولا يقاتلهم، لكن النصارى الآن خانوا ابن الأحمر الذي خان المسلمين. انظروا جزاء الخيانة. فعندما احتلوا طريف، فرصة الآن، وصلوا إلى أقصى جنوب الأندلس، وصلوا إلى قرب جبل طارق، فرفضوا أن يعطوا ابن الأحمر طريف، ووقعت المصيبة الكبرى الآن، خيانة أدت إلى جريمة، وانقطعت الآن أرض المغرب عن أرض الأندلس، واحتل النصارى منطقة جنوب الأندلس، وأسقط في يد ابن الأحمر. ابن الأحمر أخذ بالمطالبة بطريف، النصارى أبوا ورفضوا أن يعطوه شيئا، فندم ندم. الآن رأى ماذا يفعل النصارى، بينما بالنسبة لبني مرين كلها وساوس. فعندها بدأ يراسل السلطان ويعتذر إليه، ثم عبر إلى المغرب وصالح السلطان معتذرا، فأكرمه السلطان وأهداه المصحف الكبير، أحد مصاحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان أرسل 4 مصاحف، منها مصحف أرسله إلى المغرب، فأهداه إلى ابن الأحمر. تنازل ابن الأحمر للسلطان عن 20 حصن، وعن كل ما بقي من الجزيرة الخضراء، وعن مدينة رندة. فعندها تم الاتفاق الآن بين الطرفين، وبدأ التحرك المضاد لنزع النصارى من طريف بعدما سقطت بيد النصارى بسبب خيانة ابن الأحمر. الآن ابن الأحمر يتحالف مع بني مرين لإرجاع طريف، وأرسل السلطان
جيشا بقيادة وزيره بقيادة وزيره عمر ابن السعود الجشمي لفتح طريف بعدما سقطت بيد النصارى. لكن طريف مدينة منيعة، ولولا الخيانة ما سقطت، واستطاع طريف ان تمتنع وظلت طريف في يد النصارى. وهذه نتائج الخيانة، ان يستلم امثال هذا الحاكم الخائن مقاليد الامور في المسلمين. هذه النتائج، تسقط الاراضي وتضيع المناطق الحصينة بسبب خيانة. المناطق الحصينة لا تسقط بسهولة، لكن طريف سقطت بسبب خيانة ابن الاحمر. وهدأت الامور الى عام 701 هجرية، حيث مات ابن الاحمر الفقيه حاكم غرناطة، وخلفه من بعده محمد الثالث ابنه، محمد ابن محمد ابن محمد ابن يوسف ابن الاحمر. محمد ابن يوسف هو المؤسس لدولة بني الاحمر في الاندلس، ويسمى محمد الاول. محمد الثاني يلقب بالفقيه، محمد الثالث يلقب بالاعمش. فلما تولى وزيره ابو عبد الله بن الحكيم سيطر على الامور وتغلب عليها، وجعل هذا الحاكم صوري. ثم ان هذا الوزير نقض العهود التي بين بني الاحمر وبين بني مرين، واخذ يراسل ملك اسبانيا خيانة جديدة. وانظروا هذه الخيانات ما تصنع في المسلمين. ثم زادها على هذا الامر، استغل انشغال بني مرين بسبب وجود ثورات في تلمسان في الجزائر، كانوا مشغولين جدا بها، وكان ثورة خطيرة جدا عليهم استمرت سنين. فاستغل هذا الوزير ابو عبد الله بن الحكيم هذا الانشغال من بني مرين، وارسل جيشا من الاندلس الى المغرب، جيش مضاد بقيادة ابن عمه ابو سعيد فرج بن اسماعيل. واستطاع هذا الجيش فعلا ان يصل الى المغرب، وسيطر على المدينة المهمة، مدينة سبتة في مقابل جبل طارق، اثناء انشغال بني مرين. انظروا هذه الخيانات. الان مفروض كل الجهود توجه لايقاف المد النصراني، هذا مشغول بان يمنع المد المريني، وسيطر فعلا على سبتة، وصارت له موطن قدم في المغرب. ثم فعل فعلا اسوأ، قام هذا ابن عمه اللي اسمه ابو سعيد الذي فتح سبتة، واعلن الثورة على بني مرين، على حاكم بني مرين السلطان يوسف، وجعل الحكم لعثمان ابن ابي العلاء المريني. يعني نزع حاكم مريني وجعل الحكم لحاكم مريني ثاني، حتى يعني يكون اقرب اليه. وفعلا وافق هذا عثمان، وبدأت الفتنة بين بني مرين، اشعلها اهل الاندلس. يعني شيء عجيب في تاريخنا ان يكون امثال هؤلاء يحكمون المسلمين ويتصرفون مثل هذه التصرفات. في هذا العام بسبب هذه الاحداث وهذا الغم، يعني اغتم السلطان غما شديدا، انتهى بوفاته في هذا العام. فتولى ابو ثابت ابن ابي عامر من بني مرين ايضا تولى الحكم، لكن حدث نزاع بين ابو ثابت وعمه ابو سالم. وانظروا الان، بني مرين انقسموا ثلاث اقسام، من جهة عثمان ابن ابي العلاء المريني الذي اعلنه اهل الاندلس خليفة على المرينيين، ومن جهة ابو ثابت ابن ابي عامر الذي تولى بعد وفاة السلطان، ومن جهة عم ابو ثابت واسمه ابو سالم ايضا اعلن انه هو الاولى بالحكم. لكن استطاع ابو ثابت ان ينتصر على عمه، ثم بدأ ابو ثابت يقاتل عثمان المريني، وبدأ القتال الان بين بني مرين. واخذ ابو ثابت يحاصر سبتة التي احتلها اهل الاندلس، واستطاع ابو ثابت ان يضغط على سبتة. اثناء ضغط على سبتة مات ابو ثابت، فتولى من بعده السلطان ابو الربيع، وضيق على سبتة تضييق شديد، وفعلا استطاع ان يسيطر عليها، وفر عثمان
الذي أعلن خليفة من قبل الأندلسيين فر من المغرب وتوجه إلى الأندلس وصار في غرناطة. انظروا هذا يعني ليس وقت صراعات، ليس وقت انشغال بحكم، هذا وقت التجهز لهذا المد النصراني الذي اكتسح الأندلس ولم يبق منها إلا شيء قليل. لكنه الطمع في الدنيا ماذا يفعل؟ كيف ضيع هذه الأمة؟ في عام 708 هجرية الآن النصارى استقرت أمورهم، سيطروا على معظم الأندلس، سيطروا على طريف في أقصى جنوب الأندلس، وسيطروا على معظم الجزيرة الخضراء قرب جبل طارق. فتقدم فراند الرابع نحو المرية من أهم المدن التي تتبع مملكة غرناطة، وكذلك أرسل جيشا بالتعاون مع جيمس الثاني حاكم دويلة نصرانية أخرى، فبدأوا يحاصران المرية من جهة ومدينة جبل طارق من جهة أخرى، رغم وجود معاهدات بينهم وبين غرناطة بالصلح، وهذه المناطق تتبع غرناطة. وبدأ الحصار على المرية الميناء العسكري البحري، وأيضا الحصار على جبل طارق. غرناطة يحكمها كما ذكرنا محمد الأعمش من بني الأحمر. في أثناء هذا الصراع صار الثورة على الأعمش داخل غرناطة، يعني الجهد كله مفروض ينصرف لإنقاذ جبل طارق وغرناطة من هذا المد الذي بدأ يأتي من جهة المرية ومن جهة الجنوب. بدأت غرناطة تحاصر من كل جهة، لكنهم مشغولون بالحكم. فخلع الأعمش وسيطر مكانه أخوه نصر ابن محمد الثاني ابن الفقيه الملقب بأبي الجيوش، فحكم أبو الجيوش من بني الأحمر حكم غرناطة. في هذا الانشغال ما استطاعت غرناطة أن تساند جبل طارق، فسقط جبل طارق عام 709 هجرية بيد فراندر الرابع. هنا أبو الجيوش ابن الأحمر فكر ورأى أن ملك بدأ يزول، وأن النصارى بدأ يحاصرونه من كل مكان، وجبل طارق سقط، والمرية محاصرة حصار شديد لأكثر من سنة. فبدأ يراسل سلطان بني مرين في المغرب، واستمرت المراسلات حتى تم الصلح، وأخذ بنو مرين الآن يمدون الأندلس مرة أخرى بالمال. فكان الحصار من البر ومن البحر. في عام 709 هجرية ثم إن النصارى الحصار ما استطاعوا أن يندفعوا أثوارها، فبدأوا يحفرون تحت الأرض كما ذكرنا هي ميناء بحري. فكان الحصار من البر ومن البحر، واشتد الحصار. ثم إن النصارى المسلمون شعروا به، ما استطاعوا أن يقتحموا أثوارها، يحفرون أيضا مقابل هذه القنوات، قنوات تقوا تحت الأرض، القناة الواحدة إلى 20 رعب. عثمان شعروا ابي العلاء الذي كان مسؤول يحفرون ايضا مقابل هذه القنوات حتى التقوا تحت الارض، جهز جيشا من ما بقي معهم من بني مرين ومن سانده من اهل غرناطه، وتوجه ابي العلاء الذي كان قد اعلن خليفه لبني مرين لكن هزم وفر الى تحت الارض، القتال بين المسلمين والنصارى ومن ما بقي معهم من بني مرين ومن سانده عثمان المريني من اهل غرناطه، وتوجه لمسانده اهل مرين. وفعلا الآن من تحت الأرض القتال بين المسلمين والنصارى، ومن فوق الأرض القتال بين عثمان المريني والنصارى. انظروا لما نفترق يضيع جبل طارق وتضيع منطقة طريف، وعندما نتفق عظيمة وغنم المسلمون هل استمرت عظيمة؟ انظروا لما نفترق استطاع يضيع جبل طارق أن يعيد وتضيع منطقة طريف المدن، وعندما نتفق يفك الحصار بالمال والرجال. هذه الانتصارات وفي عام 709 هجرية اشتد الحصار من فراندر الرابع على المرية، وكما ذكرنا هي